موجز الأخبار من المحور، أهلا بكم. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته بواشنطن مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة أن يكون لدينا خطط وبدائل للتعامل في ظل توقعات طول أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أهمية التحرك في عدة محاور بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية وتهيئة المناخ المشجع والمحفز لجذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة. وأوضح رئيس الوزراء خلال اجتماع المجلس اليوم أن الحكومة تتحرك بخطوات واضحة مواجهة ارتفاع الأسعار، حيث تم إصدار تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة سيعلن عنها وسيتم بعدها المرور الدوري، مشيرا إلى أهمية إعداد خطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف في مصر، سعيا لتوفير مختلف الاحتياجات محليا من خلال التوسع في زراعة فول الصويا والذرة إلى جانب إقامة المزيد من المصانع الخاصة بالأعلاف. شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر بيانا عمليا للتكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية، وذلك في إطار خطة التدريب القتالية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. ووجه رئيس الأركان الشكر لكافة العناصر المشاركة بالبيان على ما يبذلوه من جهد، مشيدا بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في تنفيذ البيان. كما ناقش الفريق أسامة عسكر عددا من القادة والضباط المشاركين بالبيان في الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة الإجراءات والاستفادة منها لرفع مستوى الكفاءة القتالية، وطالبهم بأن يكونوا قدوة في الانضباط والتفاني في أداء مهامهم وما يتطلبه ذلك من يقظة كاملة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على عدد من ورش وهناجر الدعم الفني للاطمئنان على الحالة الفنية للأسلحة والمعدات والمركبات، مشيدا بما لمسه من كفاءة منظومة الدعم الفنية مما يساهم في الحفاظ على أعلى درجات الكفاءة القتالية. نظم صندوق تحيا مصر اليوم احتفالية كبرى بمحافظة الأقصر بالتعاون مع مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرية. تضمنت أنشطة الحماية الاجتماعية لصالح الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المؤسستين. وصرح المدير التنفيذي للصندوق تامر عبد الفتاح أن الاحتفالية تضمنت تنظيم قافلة حماية اجتماعية لصالح 6000 أسرة مستحقة بالمحافظة و40 طن أغطية، فضلا عن توفير 4000 قطعة ملابس جديدة ومستلزمات دراسية لصالح 1500 طفل في 52 معهدا بالمنطقة الأزهرية في المحافظة. تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالماس والأحجار الكريمة، حيث بلغت قيمة المضبوطات ب 23 مليون جنيه. المزيد في سياق التقرير التالي. في إطار تصدي الأجهزة الأمنية لجرائم التهرب الجمركي، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة والإسكندرية لقيام عناصره بالإتجار بالماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية غير المسدد عنها الضرائب والرسوم، فضلا عن بيعها بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون. وبحوزتهم تم ضبط أكثر من 597 قيراطا من فصوص الماس و23 قطعة ألماس وقرابة 3 كيلوغرامات مشغولات ذهبية وأحجار كريمة، وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بأكثر من 23 مليون جنيه، بينما قدرت الرسوم الجمركية للمضبوطات ب 46 مليون و500 ألف جنيه. واستمرارا للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم تقليد العملات الوطنية والأجنبية، استهدفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني ومديرية أمن الجيزة عنصرا إجراميا بمقر إقامته والذي يتخذه وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي في تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية بخاصة الدولار الأمريكي بكافة فئاتها،
كما يقوم بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي شراء الدولار الأمريكي خارج نطاق السوق المصرفي عن طريق إيهامهم امتلاكه ملايين الدولارات ورغبته في بيعها لهم بسعر أقل بكثير من السعر الرسمي. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبطه وبحوزة 4 ملايين دولار أمريكي مزورة ومعدل التزوير فئة 100 دولار و1,300,000 جنيه من فئة 200 جنيه مقلدة، و4 سبائك ذهبية اللون عليها شعارات فرعونية مقلدة. كما تم ضبط الأدوات والمواد المستخدمة في عملية التزوير وسلاح ناري وسيارتين، وأقر بتحقيقه ثروة من وراء نشاطه الإجرامي تقدر ب20 مليون جنيه عبارة عن سيارات وعقارات وإيداعات بنكية. وعلى صعيد التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 تشكيلات عصابية بسوهاج قام عناصرها بالاستيلاء على أكثر من 5,500,000 جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال التجارة مقابل أرباح متفق عليها، امتنعوا عن سدادها وكذا سداد أصول المبالغ المستولى عليها. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صيدلي وصاحب مركز تجميل بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه في قضية تهريب نقد أجنبي والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بإجمالي مبالغ مالية 24,500,000 جنيه. يواجه منتخب المغرب في 9 مساء اليوم على ملعب البيت نظيره المنتخب الفرنسي ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم المقامة بقطر 2022. يدخل منتخب فرنسا بصفته بطل العالم في النسخة الماضية من البطولة والذي يسعى إلى الحفاظ على اللقب، بينما يسعى المنتخب المغربي لتحقيق فوز تاريخي.